مثلا دخل صباح الخير الحب والرباب. كيف حالك؟ هلا تمام كيف؟ اهلا بك يا رنا. سمعنا عمالين نتكلم عن الشك، وبالذات شك الشخص في نفسه قد ايه الموضوع بيأثر على حياته ومستقبله. اولا صباح الخير ومنوره. صباح الفل، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اكيد هلا الشك موجود عند كل انسان بشكل طبيعي وبغريزه الانسان دائما، انه كيف اراء الاخرين عنده شك. صحيح. كيف تعامله مع الناس، عاجب مو عاجب، شكله البني آدم موجود، بس أيمت بيصير سيء؟ لما يتحول لشكل مرضي. أيوة. اللي هو مرض الشك يعني يكون. صحيح. يتحول نقطة لمرض. مهمة دي. طيب احنا بنعرف انه في مرض اسمه الوسواس القهري. صحيح. وهلأ بنحكي انه الشك مرض، شو علاقتهم؟ هل في مرض مكمل للمرض الآخر ولا اثنين متشابهين؟ الشك بحالته الطبيعية يعني موجود عند كل الناس بشكل فطري، وهي صفة موجودة عند الناس يعني خلقانة معهم، ولكن لما يتحول لأنه الإنسان يصير شك مرضي يومي، عادات يومية متكررة كتير، صارت تقلقه، صارت تتأثر عليه نفسيا، أكيد تتحول هون لوسواس قهري لمرض يعني ما عاده طبيعي، شكل مرضي. عندك حق، بس عارفة في أمر تاني بقى بجهة شوية عاطفية، يعني خلينا نتكلم في أمور بناتية شوية. الشك اللي عند البنوتة على طول، مثلا خطيبي بيخوني، جوزي مش عارفة بيعمل ايه، خطيبي راح كلم واحدة تانية، او ما بيحبنيش، مش شرط حتى الخيانة تكون خيانة مع طرف اخر، او بيخوني مع نفسي، ما بيحبنيش، بيقول لي كلام وبيبقى كذب. اعالج ده ازاي لو انا مثلا من اصحاب الشك العاطفي؟ هلا الشك موجود عند الذكور وعند الإناث كمان، ويمكن عند الإناث أكثر، عند البنات أكثر، عند البنات فإنه يا ممكن إنه يكون في سبب من عندك أنت نفسي يعني بيعود لماضيكي ولطفولتك ولا هيك، يا أما الشخص الثاني كيف عم يتعامل معك، كيف عم يعطيكي، يعني أنت شفتي عليه شيء حتى عطاكي هاي البوادر أنه تصير تشكي، ولكن أنت بدك تعرفي السبب، لأنه هلأ أي شخصية إنسان كيف بتتكون؟ بتتكون أنه هي من خبراتك، من تجاربك بالحياة، فأنت صقلتي شخصيتك، أصبحتي هاي الشخصية اللي أنت عليها هلأ. بالنفس البنت كمان اللي عندها مثلا غيرة زيادة مرضية كمان أكيد مزعجة للطرف الآخر، أو حتى الشاب اللي عنده غيرة كمان مرضية أكيد مزعج للطرف الآخر، فبده يشوف أسبابه، هل هو أسبابه ويعترف فيها ويعالجها. عندك حق فعلا، يعني ما لأنه بتتطور أكثر وأكثر، بتحول كمان إلى مشاكل كبيرة بعض الأحيان. أكيد. مرات تكون بعد تراكمات عند الشخص، تلقاه هو في صغره شاف شيء وخلاص كبر على هذا الشيء فقام يشك في كل حد. ممكن ايه، ممكن فاقد حنان، ممكن يعني كانوا يقارنوه دائما بحدا، صار عنده غيره، صار عنده شك، عدم ثقه او تقدير للنفس. جميل جدا. طب هل العائله بتلعب دور كبير عند الاطفال اليوم باكتسابهم للشك؟ الشك أول شيء ممكن يكون عن طريق جينات، يعني هذا بيجي عن طريق جينات، وممكن كمان أكيد بيتراكم، بيصير تراكمي عن طريق الأهل أو عن طريق الخبرات وعن طريق التجارب. الأهل كيف ممكن يأثروا؟ ممكن لما الأهل يقارنوا طفل بطفل آخر، هو أفضل منك، فبتم عنده عدم ثقة بنفسه، فبيصير يشك بقدراته وعدم تقدير لنفسه ولذاته. فمشان هيك إحنا دائما منركز منأكد إنه منقول دائما إنه الطفل لازم ندعمه، لأنه هو هذا الطفل حيكبر ما حيبقى طفل. هلا أنا لأنه خسرني إيهاب فجيت شارك معكم، ما بقى بدي ضلني معه. حابة كمان ضيف شغلة بالإضافة لكارثية الشك إذا كانت بين الزوجين، خبرينا شوي قديش ممكن هذا الموضوع يأثر على حياتهم، يأثر على هالمؤسسة اللي عم يبنوها. صحيح. هلا الشك أكيد بين الزوجين كارثة، لأنه بالنهاية بتخرب بيوت كتير ناس، ممكن يتطلقوا، حتى الدراسات بتأكد لك إنه غالباً لقوا الناس اللي عندهم صفات شكاكة بعد 4 سنين زواج غالباً إنه ممكن يصير حالات طلاق كتير. الشك ممكن يدمر حتى الشخص نفسه، يعني مو بس أنت علاقتك مع غيرك، علاقتك بالبيت بالولاد يعني حيأثر عليك كلياتك، فكتير بيخرب العلاقة بين المرأة والزلمة، وحتى لو كان الزلمة شكاك أو يعني أي طرف من الأطراف، لأنه أنت بتحسي حالك بحالة دفاع دائمة. أو الزلمة بيحس حاله بحالة دفاع دائمة، إنه عم يبرر، عم شو ما عمل بده يبرر. متى الشك يكون إيجابي؟ يعني إحنا نعرف إن الأمهات مرات يشكون فينا، إحنا كنا صغار، خلنا نأخذ مثال، أنا أقول لك أتشاك فيك،
دائما الام تلقاها عندها هالجمله حساسه بس مرات هالشيء يفيدها يعني مرات كشك يعني صحيح. تقدر تحصل نتيجه او تقدر تنقذ موقف معين فكيف يكون الشك ايجابي لك هلا منذ بدايه يعني الوجود اذا بتقول الشك هو اللي طور الانسان وطور المجتمعات كيف فينا نقول يعني لو مثلا ما شك الانسان القديم بالعصر الحجري مثلا بخوفه من الحيوانات المفترسه وعرف كيف يحمي نفسه فما وصلنا لهون احنا صح. فهو اكيد الشك مفيد من نواحي ولكن اكيد له سلبيات ثانيه الشك ما وصل تطور واختراعات وشغلات تانية يعني انت بتشكي بتتخيلي بتطوري المهارات العلمية عندك والفكرية ولكن احنا عم نحكي عن شق يعني ممنهج وصح بطريقة صح اما الشك السلبي يعني في شك ايجابي الشك الايجابي كيف مثلا انت رحت غابه فطبيعي انك تشك شو موجود هون شو البيئه اللي تحتي عشو ماشي ممكن يطلع لي نهر شو لازم اخذ معي اكل يعني في شغلات ايجابي انك تكون مطلع عليها وعرفان فيها اما الشك السلبي اللي هو بيتحول لوسواس ولا مرض ولا شيء خارج عن اراده الانسان حتى طيب امتى برايك انا حاسه حالي شخص شكاك امتى ممكن روح زور الدكتور النفسي وهل بقدر اعالج حالي لحالي بدون لجوء للطب او لدكتور النفسي هلا الانسان الشكاك ما عاد قصه يعني انه هو اول انسان تعبان بالدرجه الاولى هو الانسان تعبان لانه دائما هو عم يحاكي نفسه في افكار براسه في ضجه براسه فهذا الانسان بصير يعرف بيلاحظ حاله انه عم يشك زياده ودائما عم يبحث عن يعني افكار مو موجوده وبده يلاقي انه لا لازم يلاقي سبب يعني لازم يدور حتى يعني ما في شيء هو موجود بس لازم يثبت انه موجود انه افكارك دائما بتتوقعي بدي اثبت انه انا كلامي صح انه رفيقتك هيك ما بتحبك زميلك بالشغل مثلا ليش ما سلم بتصيري على كثير شغلات بسيطه تدققي وبيصيروا الاخرين بتحسي نفروا منك فهون الانسان لازم يعالج نفسه لازم يعرف ويعترف انه انا عندي شيء غلط طيب مرض الشك مرحبا انا هلا اهلا وسهلا كيفك مرض الشك بحسه انا معدي يعني بس تكون بعائله البي بشك بهيدا الشيء بعدين بينتقل للاولاد ممكن هلا هو ما له مرض معدي نقول مرض معدي ولكن ممكن لأنه عادي بتصير لأنه أي ولكن ممكن مجتمعات تكون تشعر بالشك كيف يعني إنه مجتمعات كاملة ممكن الناس تعتبر حالها نوع من أنواع الشك الاضطهاد يعني يعتبروا نفسهم إنه تمييز عنصري واضطهاد وهيك شغلات صحيح يعني أحيانا في مثل ما حكى إيهاب إنه تحويلها لعادة صار الموضوع أسوأ وأسوأ يعني كنا من سيء إلى أسوأ صحيح. طيب ما هو الإنسان تعبان الشخص الشكاك طب ونحن تعبانين كيف شو نتصرف معه أو كيف ممكن نساعد إنه نوجد له حل وعلاج هلأ الإنسان الشكاك أنت بدك تعرف علاقتك فيه في ناس ما فيك تقطع علاقتك نقول والله قطع علاقتك بهذا الإنسان الواحد أبوه ولا أمه ولا هذا الإنسان الشكاك الزوج مثلا عنده عائلة بده يحافظ على هي العائلة لو مرته شكاكة مثلا أكيد بده يسايرها لمرحلة معينة يريح لقلبها مثل ما منقول أنا طلعت لهون عندي موعد هون يعني يريح لقلبها نوعا ما بينما كمان مثلا المرأة لو زوجها شكاك أكيد كمان بدها تريح قلبه يعني بأنه تطمنه دائما ولكن في ناس أنه مالك مضطرة دائما أنت في حالة دفاع عن النفس أنه دائما بدك تقعد تبرر لهم وتورجيهم أنه لا مو هيك مثل ما كنت مفكر لأنه هن دائما عندهم سوء ظن فيك فمالك مضطر انه دائما فاكيد يفضل انك تخفف علاقتك بس مرات احنا نربط الشك بالحب تلقى الواحد يقول لك اذا شكيت فيني انت تحبني صار العكس الحين لو لاحظ في ناس انه يقول لك انت ما تشك فيني ولا شيء ليش يعني انت ما تحبني ولا شيء صار هي اذا ما تغار قبل ربط الشك مع الغيره بعد لكن الغيره مطلوبه والغيره سبحان الله يعني عند الرجل الشرقي والرجل المسلم يعني صح. الانسان لازم يغار على بيته على عيلته على الاخ يغار على اخته يعني هي شيء ايجابي فينا نقول أما لما تصبح الشك والغيرة بطريقة يعني هي مرضية وظنون بس بالعقلك أنت بدك تثبت والمشكلة أنه بده يثبت هاي الظنون أنه عم يصير بده يثبت هاي الظنون وهي كلها أوهام ما لها موجودة بالأساس وبده يحاول أنه لا يتم يدور على شيء أنه يثبتها صح. فهون المصيبة عم تكون يعني كلامك الواحد لازم يثبت الشيء قبل لا يقوله مثل ما دين الإسلام يقول أن الشك إن بعد الظن إثم صحيح أنه مرات أنا أظن في واحد أو أشك فيه
وانا ما اعرف لازم انا استفسر قبل احدد على الشخص. يعني احيانا انت بدك تحط مبرر الانسان الشكاك. كيف مثلا زميله مرق بالعمل ما سلم، بجوز ماسك موبايل مشغول بفكره، فابصر ما بيحبني، انا ترقيت بشغلي غيران مني، يعني دائما عنده ظنون وعنده تلخبطات براسه، عرفت كيف؟ فانه الانسان لا بده يحاول دائما يحط ايجابيات، والله ممكن انا صح زميلي ما سلم معجوق مشغول، يعني تحط مبرر له ايجابي. بس رنا لو اخذنا موضوع الشك بجانب شويه فكاهي مثلا، وقلنا انواع من انواع الشك الاجتماعي، وفي الشك التجاري او التسويقي، ان انا دايما بحس ان البياع اللي قدامي ده بيضحك عليا او بيزود عليا السعر او بيديني بضاعه لا مش مظبوطه، حتى لجأوا البياعين هم لحية الاخرى انه هاتلو من البضاعه اللي انا مخبيها جوه عشان يقنع الزبون انه صحيح. انا ما بضحكش عليك. واحيانا كمان بيكون الشك مهرب يا امجد، اللي هو انت كنت مستني مني رياكشن معين فانا يعني ما عملتوش، فانت ما تيجي تواجهني بالرياكشن ده او تقول لي كان لازم تعملي كده، اقول لك والله شكيت ان انا لازم اعمل كده. بتحصل دي كمان صحيح. في الامور الحياتيه بتقلب بضحك في الاخير. صحيح. هلا لما هيك انه الشك ينقلب لهي الطريقه، يعني الشك احيانا لازم يكون عندك انت لما عم تتعرفي على حدا جديد، عم تروحي على بيئه جديده تدرسي برا فرضا، فانا مين بدي رافق، مين بدي اختار، يعني الشك موجود بالانسان عرفتي، فلازم يكون عندك شك بس بطريقه ايجابيه. لما يتحول لمرضي احنا نحول هي الافكار بقى لافكار، لا نحاول افكار ايجابيه ونحاول كيف هو بيصير، لانه بيصير مثل سلسله افكار يعني بدائره متواصله، كيف نقطع هي بتخلي الافكار بعيدة عن بعضها، تحاولي ما تكرري هاي السلوكيات لفترة، تشوفي مثلا يوم يومين ثلاثة أسبوع، تحاولي تكوني رواء، لأنه هو القلق كمان بيعطي شك ووسواس قهري. القلق وما بعرف كمان إذا بتحسوا أنه في ممارسات كل إنسان بيحب يعملها، هوايات قصص يمكن بتخفف عنده هاي المشاكل النفسية، إذا اعتبرنا صحيح. الشك مشكلة نفسية. ما بعرف أنت شو رأيك بهذا صحيح. الموضوع؟ أكيد 100%. يعني التطوع مثلا أو دائما الانشغال، أنا بقول لأنه الناس اللي عندهم هيك شيء بتحسي من فراغ ده، ومين بتزيد عندهم؟ بتزيد مثلا اللي مو متزوج ساكن لحاله، اللي بيسكنوا لحالهم او هيك، لانه دائما بيخاطب نفسه، دائما عم يحكي مع نفسه، فهدول كثير نسبه عاليه عندهم انه ممكن يصير عندهم وسواس قهري او شيء. كثير مهم انه دائما الانسان يشغل نفسه باي شيء مفيد، بانشطه، برياضه، بتفكير ايجابي، دائما لازم عنده شيء شاغل نفسه فيه. صحيح. ما بتلاحظ مهند بدي اطرح عليك شغله بس انت راح توافقني الراي. احيانا في لغط كبير بين انه واحد انسان حريص زيادة عن اللزوم وواحد شكاك، فبتحس انه في رابط حرصه الزائد هو اللي اوجد الشك. صح. مزبوط ولا صحيح. لا صحيح. فتلقى الشكاك دائما ما بيطيح في الغلط، فتبدا يشك في كل شيء عشان بس يوم من الايام ما يكون هو في موقف انه هو غلطان. بس هي شعرة يمكن نفس الشيء الحرص. هي فرق شعرة يعني بين الشكاك وبين انه الحرص. حرص. هلا الحريص الحرص واجب مثل ما بيقولوا، والمؤمن لا يلدغ من لا يؤمن لا يلدغ من مرتين. فالانسان لازم يكون حريص، يعني هذا مفروض يكون حرص. مثلا انت لو تعرضتي لموقف من شخص معين وتكرر هذا الموقف مره ومرتين وثلاثه، فمضطره انت تكوني لا حذره منه بالمرات القادمه. صح. وفي ناس ممكن يتحول بشكل مرضي اخر، يعني تنظف، يا ترى طفيت الضوء ما طفيت الضوء، طفيت الغاز، يعني تحول لشيء اشياء ثانيه. موضوع الحذر انا بلاقي في كثير حلول فينا نعملها بالبيت مشان نقضي على هذا موضوع الشك وهذا الشيء بصير معنا ايام، انه خي حط تليفونك بلا باسورد، او انه اعمل الانستغرام تبعك اوبن، خليهم يشوفوا انه ما في شيء مخبيه. صحيح. صح. وهذا الشيء بس بينفع الا لو هذا الشخص اللي هو عم بشك فيك هو خلص هو مقتنع او هو مرض عنده يقين عنده ياه انه خلص انت شو ما عملت انت مخبى شيء. فلو ما عملت لو شو ما عملت انت تركت تليفونك بلا باسورد، فيسبوك حيلا حدا في يعمل لك اد، انستغرام حيلا، هذا كل شيء ما بينفع. هذا بيخليني هلا لك على المدى التطور اللي حصلنا عليه، يعني المراه او الزلمه الشكاك لازم يعرف يعني انه هو يقدر نفسه بالدرجة الأولى، ولازم كل إنسان عنده مساحة وخصوصية، كل واحد يحترم هاي الخصوصية عند الثاني، يعني ما يتجاوز لو كان زوجي مثلاً، إنه ما بالضرورة أنا أعرف كلمة السر تبع موبايله،
يعني لازم احترام هاي الخصوصيات. كل شخص له مساحة خاصة. له مساحة خاصة. فهون أحيانا المرأة شو بيصير إنه هي تتزوج وبتلغي كل حياتها الثانية والنشاطات اللي كانت تعملها ورفقاتها وتتقمص شخصية ثانية. وخلص كأنه كل محور الكون صار الزلمة. ما هو ما هو جزء من حياتك، ما هو محور الكون. رنا الموضوع ده بيخليني أروح لسؤال مهم جدا، أنا شخصية شكاكة، إزاي الناس بتعرف تتعامل معايا؟ وإذا قابلت في حياتي يا أمجد شخص شكاك هتعامل معاه إزاي؟ صحيح. يعني أحيانا بتقعدي ترتبي في رأسك كده، بالذات لو رايح تقابل حد أول مرة، إيهاب أول مرة تتعامل معاه، يا ترى هيكون شخص شكاك، يا ترى هيكون شخص طبيعي، فهتعامل معاه إزاي؟ صحيح. هلا انت اي شخص حتتعاملي معه لازم يكون عندك ذكاء اجتماعي تتعاملي مع الناس. فكل انسان قادره انت تعرفي هاي الانسانه قادره تكمل معي تكون صديقه على المدى البعيد، ولا هي مثلا صداقه وقتيه او صداقه زماله. لانه احيانا بالشغل ما بالضروره انت تعملي علاقات يعني عميقه مع الناس اللي معك، هي علاقه شغل واحترام متبادل وبس، ما في مو مطلوب منك اكثر من هيك. فأنت بتقدري بذكائك العاطفي والاجتماعي تعرفي تقرري بقى كيف تتعاملي مع الناس وتقيم الناس، وتقيم الناس بناء على خبرتك. صحيح صحيح. طبعا يعني شرفتي ونورتي. صباح الخير يا وطن. نتمنى ان شاء الله نشوفك بلقاءات اخرى وحديثك لا يمل. وين يا شباب؟ بريك. انا شاك فيك تطلع انت شاك؟ لا اكيد. راح نروح بريك وراجعين. يلا يلا.